أهلا وسهلا فيكم. بدي اليوم أعرفكم على جهاز وصلني من أمريكا وتحديدا من شركة جوجل. جهاز فكرته كتير رائعة ومخصص للأشخاص يلي بحبوا الجيمينج. شباب صبايا بليز دعمكم مهم، بدنا نوصل لأعلى رقم سبسكرايبر، فأكيد إذا أنت حابب تعمل لي سبسكرايب بليز ما تنساني بلايك وسبسكرايب، وإذا عندك أي كومنت تترك لي إياها تحت. وخلينا نبلش الفيديو. طبعا خليني أعرفكم أول شيء على جوجل ستيديا. جوجل ستيديا، بس قبل ما نحكي عنه شو هو هيدا الجهاز، خلينا نشوف شو بيجي بالعلبة. طبعا العلبة ما اجت خربطة ومكسرة ومليون قصة، فأنا شلت لكم اياها من العلبة وورجيكم اياها هيك على طبيعتها يعني. طبعا أول شيء عندي الكروموكاست الترا اللي بيجي. طبعا إذا أنت ما بتعرف شو يعني كروموكاست، بعتبر هو من الأجهزة الرخيصة كتير اللي بتعطيك وسيلة أو طريقة أنك أنت تبث المحتوى من جهاز الموبايل تاعولك على تي في دايركت، فطبعا بدون ما أنت تشتري أصلا تلفزيون ذكي سمارت تي في يعني. فهيدي فكرة شو يعني كروموكاست ألترا. وعندك طبعا جهاز التحكم اللاسلكي اللي بيشبه الأكس بوكس وسوني، وطبعا كلكم تعرفوا شكله يعني، فبحسوا أنه هيك بيشبهون يعني. فعندك طبعا المنيو، مثل ما كنتم شايفين المنيو اللي هي الستارت، عندنا الاوبشن السلكت، عندنا الجوجل اسيستنت موجوده فيها كمان شغله كتير مهمه، وعندك اكيد بتن لتعمل كابتشر للسكرين شوت. اذا انت مثلا بدك تعمل شيء، بدك تعمل شغله مثلا على الجيمينج وبدك تعمل سكرين شوت، فانت بتكبس بتن واحد بيعمل لك سكرين شوت على الجيم اللي عم تلعبها. طبعا وفي عندنا كمان اكيد اللي هو الاستيديا سنتر بتن اللي هو هيدا شايفينه، هيدا هو البتن يلي بتشغله فيها، بتعمله اون او اوف. وتحت طبعا عندنا في اللي هو 3.5 ملم اللي هي السماعات اللي بتوصلها، اكيد كل العالم بوصلوا سماعات دايركت، ما حدا بيستعمل وايرلس. وعندنا كمان اكيد شيء اسمه اليو اس بي تايب سي يلي انت بتشحن فيه هيدا الديفايس او هيدا الكنترولر. وعندنا الشاحن اللي بتوصل عليه الكرومو كاست، وفي ميزه كتير حلوه انه فيك توصل عليه كيبل نتورك يعني ار جي 45، يعني اذا انت عندك كيبل نتورك بتوصله دايركت على الكرومو كاست، ما بحاجه انك تستعمل الواي فاي. هذا كل شيء. خلينا نتعرف على ليش تستعمل جوجل ستيديا. فكرة المشروع انك انت تلعب الالعاب اونلاين على اي جهاز موبايل بيستعمل جوجل كروم، يعني متصفح جوجل اللي ما بيعرف جوجل كروم. اذا انت عم تلعب على التلفزيون وحبيت تستعمل مثلا الموبايل تاعولك، فبتكمل اللعبة الطبيعي، بس تمسك كنترولر بتنقله على التليفون، بتفتح تليفونك فبيكمل عادي الجيمينج. فانت ما بحاجة ل مثلا بي سي جيمينج، او ما بحاجة ل كرت شاشة كتير غالي. كل شيء محتاج له هو كرومو كاست الترا، جهاز التحكم جوجل كروم ستيديا ابليكيشن على جهاز الموبايل تاعولك، وكرت فيزا كرمال تشتري الالعاب، وتلفزيون كبير ويفضل يكون 4K كرمال فيك تشترك مع جوجل وتلعب العاب 4K. واكيد بدك واي فاي قوي، واصلا جوجل ما حيخليك تلعب اللعبه اذا انت ما حسك انه عندك انترنت كتير قوي. واخر شيء لازم تكون عايش بامريكا، كندا، بريطانيا او اي دولة اوروبية. طبعا مو كل الدول العربية، بس انه تقريبا فينا نقول معظم الدول العربية، معظم الدول الاوروبية عفوا، لهن الدول اللي بيعتبرون قريبين على السيرفر اللي بامريكا مع جوجل، او قريبين على السيرفر الموجود بيوروب. فاذا انت بتملك كل هالمواصفات هاي، بس عليك انك تنزل ابليكيشن موجودة على اسمها جوجل ستيديا، تنزلها على جهاز الموبايل تاعولك وتستعمل. لازم يكون عندك اللي حكيتهم، ما بترجع كررهم، وذاتس ات. وهيك بتكون جاهز انك انت تلعب اي لعبه من جوجل اونلاين. طبعا الحلو فيها، بس اعطيكم هيك ادفانتج هيك حلوه هيك مشان العالم تنبسط انه يعني في شيء منيح، انه فيك تستعمل هيدي الستيديا. اذا عندك جيمنج بي سي فيك تستعمل، انه تستعملها إذا حبيت. إذا أنت بحب حدا عرض عليك هيدا الجهاز أو حبيت تشتريه يوم من الأيام، ففكر كتير وبتصور وصلت الفكرة. وشكرا جوجل، وشكرا للجميع، ويعطيكم العافية وسلام.